هنا في شاطئ البطاح ببلدية بالمهيدي، اختار الوفد السياحي السلوفاكي المكون من 22 شخصاً التمتع بعطلته للاستمتاع بسحر المدينة التي أبدع الخالق في صنعها فجعلها تحفة فنية. لقد أخذونا إلى كل الأماكن التي أردنا زيارتها وعرفونا على أماكن جديدة. الانبهار بجمال المدينة وحسن الضيافة شجع السياح السلوفاكيين على زيارتها العام المقبل. They are very helping to us and with the accommodations with helping to إن كل شيء أفضل من الماضي. أرى بعض المطاعم والفنادق الجديدة لأني أظن أن الناس يودون الحصول على حياة أفضل. And I could recommend it to other tourists and to other people. It's my first visit to Algeria, so this was Monday of this week. إنها زيارتي الأولى ولقد أخذت انطباعا جيدا بخصوص بلدكم وشعبكم. And I have perfect, excellent impressions from your country and from your people. Madame was excellently explained. أتمنى أن يأتي المزيد من السياح إلى هنا. Hopefully more tourists coming in. جئت رفقة عائلتي للاستجمام والتعرف على المناطق الطبيعية الخلابة التي تتميز بها المنطقة الشرقية من بلادي. تبقى المرافق السياحية غير كافية رغم جهود الحكومة للنهوض بهذا القطاع الذي تعول عليه كثيرا كبديل للريع البترولي.